السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تيفي 2020 في مزرعة فارس. حنا كنتواجدو يعني قرب من سوق الحد، حنا في صخيرات مزرعة فارس. بغينا نجيو نشوفو يعني أنواع ديال الأبقار، يعني اسبانيا بلجيكا كيما كنعرفو. غادي نشوفو أكبر عجل عندو، أصغر عجل، ونشوفو الأثمنة شحال داير، ومن بعد غادي ندوزو للأضحية. كاين هاد السلعة هادي أيضا، هاد السلعة ديال بلجيكا لي تشوفو هنايا في البث المباشر. هادو العجول المستوردة، إما تتكون مستوردة من كاين المستوردة من دولة إسبانيا، كاين المستوردة من دولة فرنسا، أو المستوردة من دولة بلجيكا. عندهم أسماء، كاين الشارولي، كاين الإيموزين. هاد المزرعة متواجدة بمدينة الصخيرات، سميتها مزرعة فارس، بالقرب من سوق الحد. هاي كيف تشوفوا الشكل ديالها، شكل عصري. هذه السلعة دابا، السلعة ملي تجي المرة الأولى المستوردة تجي صغيرة، تتكون في هذا الحجم هذا، وتتبقى هنا تتعلف حتى تتكبر.
هادو صغار، هادو باقيين يلاه جاو دابا يلاه في اطار النمو. تكلمنا على العجوز، اسميلها شحال دايرين، اكبر عجوز شحال داير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عرفنا بالاسم ديالك. عبد الإله فارس، مسير المزرعة، مزرعة فارس. كنعرفوا يعني أنواع ديال هاد الأبقار. الأنواع خويا اللي كاينة عندنا، كاين تقريبا جميع الأنواع اللي كتستورد تقريبا موجودة عندنا. كاين ليموزين، كاين الشالوري، كاين البلوندا كيتان، كاين طالياني، كاين تقريبا جميع الأنواع، أنواع متفرقة. واكبر يعني خويا بالنسبه للوزن، كيبدا الوزن تقريبا السلعه اللي كتمشي تذبح كتبدا من 500 كيلو حتى ل 750 800 كيلو. هذا هو يعني الوزن. اكبر وزن هو 800. شحال ديال الثمن ديال 800 كيلو؟ كيوصل السوق دابا راجع شويه، كيتراوح في 30 درهم الكيلو حي، اللي هو اللحم ديالو كيبقى تقريبا ب 50 درهم. 50 درهم أيه. يعني دابا بغينا اكبر، يعني اكبر بقره ولا اكبر عجل، اكبر عجل ايه، في الانواع ديال العجول، ديال العجوله بحال هكا. بغينا نعرفوا الاثمنه ديال كل نوع، بغينا نعرفوا الثمن ديالو. تقريبا الاثمنه اللي كتروج الان في السوق اللي كاينه عندنا حنا نيت، الثمن ديال ليموزين. تقول لي الثمن قبل والثمن من بعد هذه الجائحه. من بعد هذه الجائحه الثمن تراجع، يعني تراجع كبير، نقص يعني نقص بزاف الثمن، نقص بزاف، لان السلعه كنا كنبيعوها ب 40 درهم حيه، الان كنبيعوها ب 33 34، الا كانت شحمه شويه كنبيعوها حتى 30 درهم، وكتقام اللحم ديالها في البطوار يعني باش كيبقى ثمن الجمله كتقام 50 درهم. شحال هذه كنا كنبيعوها ب 40 درهم كانت كتقام 62 63 جمله، اما دابا كاينه حتى 50، اقل من 50، يعني السوق راجع بزاف. بغينا نعرفوا اغلى 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 عجل والثمن ديالو شحال. يعني اغلى عجل، وبالنسبه لاغلى عجل دابا ما غايفوتش واحد تقريبا واحد 28000 درهم 30000 درهم، واخا هاد السلعه حنا ما كنخليوهاش حتى توصل لهذا يعني لهذا الوزن، لان السوق ما قابلهاش. السوق تقريبا جبت المليون و السوق قابل السلعه اللي يعني ديال 560 كيلو هي اللي عندنا موجوده. وبالنسبه للاضحيه بالنسبه للاضحيه حتى هي موجوده. دابا نديرو شي اطلاله عليها. هي مشي واحد يعني عطينا الانواع ديال هادو، وبالنسبه ديال العجل بالنسبه وكيفاش كتستوردوهم وكيفاش كنستوردوهم اخويا يعني بطريقه عاديه. شنو المقصود بالسيره ديال يعني شحال تيبقى العجل مع تيتباش؟ شحال تيبقى العجل؟ كنستوردوهم المره الاولى كيكون فيهم 300 350، كان كيدوزوا لا كارونتين يعني في لازاري ديالهم، بعد لا كارونتين كنجيبوهم هنا كنربيوهم، كيبقاو 4 شهور 5 شهور 6 شهور فهمتيني، ملي كيوصلوا كيتباع من هنا. انواع العلف اللي كدير؟ انواع العلف، الانواع ديال العلف كنصايبوا تركيبه ديالنا، ولا كنصايبوا التركيبه ديالنا خلاص بالمواد الاوليه اللي موجوده في السوق، اللي موجوده في السوق. يعني التركيبه، بغيت نعرف التركيبه ديال الانواع ديال الشعير.
عندهم شي وقت محدد للماكلة؟ احنا كنقطعوا الماكلة أول، ديما عندو الماكلة، ديما عندو التمن، ديما عندو الماء، ديما شبعان لاقي راحته، باش هو شحال ما لقى راحته شحال ما يتزاد مزيان شحال ما تكون الجودة في اللحم. بغينا نعرفو دابا إلا كان الإنسان عنده عجل واحد، من هاد الأنواع، يعني شحال كيتكلف ليه في النهار؟ يعني إلا بغا يخسر عليه إلا بغا الثمن ديالو راه يصير عليه واحد 30 درهم 35 درهم في النهار، أييه هذا الدواء باش نديرو في النهار. صافي حنا نشوفو نديرو شي إقلال. أييه مرحبا مرحبا. هاد النوع هذا الشارولي، هذا الشارول، هذا كيتسمى الباردو. الباردو واش مخلطين؟ مخلطين هما الشارول والباردو مخلطين. وكيتعايشوا ما كاينش مشكل؟ لا ما كاينش مشكل، ما كاين لا لا ما كاين. اكبر واحد يمكنناش كاين هنا. هذه اللي فيها هذه بلوندا كيتان. هذه بلوندا كيتان كما كتشاهدوا معنا، بلوندا كيتان. ايوا انواع ديال الابقار الموجوده. Thank you.
Mm-hmm.